السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك مولاي أحبابي، أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا ومرحبا بكم، أحمد صالح، وفي مهارة من مهارات العمل الإبداعية والاحترافية في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. أصدقائي، من هلا ورايح إن شاء الله رح نستكمل شروحاتنا باللغتين لواجهات البرامج بالعربية والإنجليزية بناء على طلب العديد، فمنكم من يرغب أن يكون باللغة الإنجليزية ومنكم من يرغب الشرح في اللغة العربية. أنا أنصح الكل أن يتعلم ويتقن اللغة الإنجليزية لأسباب كثيرة، ومن أهم هذه الأسباب أن البرامج لا تفقد مزاياها أو بعض من مزاياها أثناء التعريب أو تحويل الواجهة إلى اللغة العربية، فالأصل تشتغل على البرنامج يلي بيجي عليه من مصدره. على العموم، لتبديل اللغة أو إذا حبيت أنك أنت تغير حزمة اللغة يلي عندك، بإمكانك ترجع إلى قائمة الفايل وإلى Options اللي هي الخيارات، ومن ثم تبويب Language، وفي عندي هون Install يعني تثبيت لغات عرض إضافية، فبنكر على هذا التبويب وبختار اللغة اللي أنا محتاجة، وليكن لغة عربية، إنجليزية، فرنسية، تركية، أي لغة أنت بدك إياها. أنا كنت مختار اللغة العربية وثبتها، خلني اختار أي لغة عشوائية يعني مش مشكلة، وأنكر على مفتاح الانستول رح يوجهني إلى موقع مايكروسوفت لتحميل. خلاص، أنكر على مفتاح التنزيل، بينزل عندك تطبيق بسيط على جهاز الكمبيوتر في مكان أنت بتختاره، بتسكر الأوفيس وبتشغل هذا الملف لتثبيت حزمة اللغة الجديدة. فبعد ما تنتهي بتتوجه إلى برنامج باوربوينت مرة تانية وإلى الأوبشن بالمكان نفسه اللي نحن فاتحينه، وبتقوم برفع اللغة إلى المستوى الأعلى. يعني أنت حابب الآن تعرض لغة عربية، منقول له Move Up. Move Up، تمام؟ رح يشتغل معانا الآن باللغة العربية. خلني أعطي أوكي، بيطلب مني إعادة تشغيل البرنامج مرة تانية. رح نسكر، خلني أحفظ التغيرات ونرجع نشغل برنامج باوربوينت مرة تانية. رح نشوف الآن، ونفوت إلى نفس الملف اللي كنا شغالين عليه، رح نشوف أنه خلاص الآن الواجهة كليتها أصبحت باللغة العربية. لذلك كل فيديو رح نقدم لكم في شرح تيسير رب العالمين إن شاء الله، المقدمة بتكون باللغة الإنجليزية ومن ثم إعادة لكن بالواجهة اللغة العربية، فأنت أي شيء تختار بإمكانك يعني تنتقل إلى منتصف الفيديو وتبدأ في المتابعة باللغة العربية، أو إذا حابب أنك يكون الانترفيس الأمامك أو الواجهة للأوفيس الأمامك لغة إنجليزية، ابدأ معي لغة إنجليزية. الآن الفكرة بالموضوع، مثل ما بنعرف لو توجهنا إلى قائمة فايل أو ملف مثلا، وتوجهنا إلى حساب، وفي عندي هون مثلا تنسيق أو نسق الأوفيس، في عندي ملون، في عندي رمادي داكن، في عندي أسود، في عندي أبيض، نفس الشيء نظام التشغيل، والعديد من البرامج تعطيك إمكانية بعرض الانترفيس أو الواجهة بالألوان اللي أنت بتحتاجها، الألوان حتى الفيسبوك حتى اليوتيوب. الآن كل هذه المزايا أصبحت موجودة لحتى تختار نمط الإضاءة والأريحية لنظرك وعينك. نفس الشيء اليوم بهذا اللقاء رح نقدم لكم كيف ممكن أنا نحول طريقة عرض تقديمي للونين. يعني الآن نحن لو شغلنا العرض التقديمي الموجود، تمام، وجيت نقرت على هذا المفتاح اللي هو الدارك، يعني حول إلى دارك، خلاص تحول معي التقرير إلى الدارك، حول لي إلى مضاء فبيرجع لي إلى مضاء. كيف ممكن حنتعلم هذه المهارة الجميلة لحتى نعرض تقاريرنا أو سلايداتنا الجميلة والاحترافية ويكون فيها حسب الوضع اللي أنت فيه، يعني حسب طريقة العرض أنت فيه أو المتابع اللي رح يتابع محاضرتك وتصميمك لعرض التقديمي لما تقدم المادة له، هو بيختار أحد اللونين يلي يتبع فيهم القراءة والأريح لعينه، نفس فكرة نظام التشغيل ونظام أوفيس. هذا هو محور لقائنا اليوم، تابعوا معي تركاية وتركاية على 100 محلة. تمام، أول شيء خلني أقوم بحذف هذه الشريحة، تمام، وعندي شريحتين. الشريحة الأولى اللي أنا أضيف فيها يعني الصورة، نصوص اللي هو عنوان، عندي فريق أول فريق تاني، وفي عندي نسب إنجاز للأعمال، في عندي نسبة مبيعات، في عندي التارجت الأهداف، فأمور تقليدية وبسيطة ما أعتقد بتعذب أي حد. هذه دائرة عادية، هذا عبارة عن قوس من دائرة يعني إدراج أشكال، هذا هو القوس، هذا هو القوس من الدائرة، تمام، بنفس المبدأ تماما، تعطي سمك الخطوط يبدأ بنقطة وينتهي بسهم اللي بدك إياه، ما في عندي أي شيء إضافي. نفس المبدأ بجي بعمل منه ديبليكيت، يعني بختار تكرار الشريحة نفسها وبجي بضع صورة بالخلفية. صورة إيش؟
بالخلفية. هذه الشخصية لما أنقر عليها وأتوجه إلى قائمة تنسيق الصورة، في عندي من اللون بعض الفلاتر اللونية، وأنا غيرت أحد الفلاتر اللونية لحتى حصلت على الإضاءة اللي أنتم شايفينها. طبعاً هذه عبارة عن تأثيرات بسيطة للغاية. نفس الشيء بعد ما تقوم بوضع الصورة، تمام، ترجع بتنقر على هذا القوس وبتغير اللون إلى أحمر إلى أي لون إضافي، وتقوم بتعديل الألوان فقط لا غير. إذن ما في عندي أي متطلبات لحد الآن نهائياً. إذن بيكون عندي شريحة أولى فيها التقرير بكل بساطة بالوضع المضاء، والشريحة الثانية هو نفس التقرير، بعمل ديبليكيت كامل للشريحة، تمام، وبقوم بوضع صورة بالخلفية غامقة يعني مظلمة، وبعدل الألوان للنصوص والأشكال وكل شيء. بس يلي انتهينا هون رح يبدأ معنا الفيلم. تمام، هي طريقة العرض. أول شيء رح نقوم بتشغيل الشريحة كاملة. أضغط على مفتاح برينت سكرين، أخذ لقطة شاشة من الكيبورد، المفتاح معروف بالرموز التالية PRTSC. أضغط لمرة واحدة وخلاص أنا بطلع من إيش؟ من هذه الشريحة. برجع إلى الشريحة الأولى وبعطيه Ctrl زائد V، يعني إيش؟ لصق محتوى الحافظة يلي قمنا إيش؟ نحن بنسخ صورة سطح الشاشة كاملة ويلي كانت فيها الشريحة رقم 2. ممتاز وجميل جدا جدا جدا. وأنا محدد على هذه الصورة، نتوجه إلى قائمة تنسيق الصورة، وفي عندي شيء اسمه قص أو اختصاص بنكر عليها، ونحن بنعطيه الآن نسبة العرض يكون بنسبة 1:1، وبدي إياه الشكل يكون عندي إياه دائر، يعني أنا قص لي إياها بشكل دائرة 100%. نرجع بنفعل اختصاص مرة تانية، وبجي إلى هذه الحواف شفتوها، وبنكر مع التحريك، لاحظوا الآن التحريك، بنكر مع التحريك لحتى أنا أسحب إيش؟ أسحب المظهر كامل إلى خارج فراغ العمل تماما، أسحبه إلى خارج فراغ العمل تماما وليكن معي مثلا بهذا الشكل، تمام؟ طيب الكلام جميل وبكل بساطة، الخطوات جميلة وبسيطة وما في أي شيء من الصعوبة. برجع بنكر مرة تانية على الشريحة الأولى وبنختار تكرار للشريحة. بجي على هذا الشكل اللي هو الآن هو ديسيبل مخفي، يعني ما في أجزاء من الصورة ظهرة منه، وبرجع بتوجه إلى تنسيق الصورة وبنعمل اختصاص. الآن بجي إلى هذا المقبض، مقبض الزاوية، بنعمل عملية تكبير، بضغط على مفتاح الشيفت وبنكر إيش؟ مع السحب، وبنكر مع السحب. شايفين الجمالية لكيفية العرض؟ رح يكون المدخل بهذا الشكل تماما، الأمر جميل جدا جدا. طيب بتوجه إلى قائمة الانتقالات وبنختار تحويل تدريجي، أو هو تأثير المورف باللغة الإنجليزية، تمام؟ ونفس الشيء بالشريحة رقم 1 أيضا نختار تحويل تدريجي. طيب كلام جميل جدا جدا. الآن نحن لو شغلنا العرض التقديمي، تمام، ولو نقلنا الآن بأي مكان رح يتم الدخول بهذا الشكل أو الانتقال بهذا الشكل، ورجعنا حتى بالعكس، تمام، رح نشوف كيفية الانتقال ما بين الشاشة المضاءة إلى الشاشة المظلمة مع بقاء الأشكال وكلها مثل ما هي تماما، وهذه هي الجمالية بطريقة العرض يلي تكلمنا عليها. الآن الموضوع، الفكرة وين؟ الفكرة أنه أنا بدي أنقر على مفتاح درك، خلاص بقى الهواء ينقلني إلى الشريحة يلي فيها التصميم الغامق، تمام؟ يعني على سبيل المثال بجي بضيف زر معين بكتب عليه درك مع سمايل جنبل منه أو شكل بسيط معبر، وبتوجه إلى قائمة إدراج وبنختار إجراء، وبعمل ارتباط تشعبي إلى الشريحة رقم 2، يعني أنا بدي أنقر على هذا المفتاح لحتى ينقلني إلى الشريحة رقم 2. بالشريحة رقم 2 طبعا هذه عبارة عن إيش؟ عن صورة. رح نجي لهون وناخد النص كنترول سي، وبرجع لهون وبختار كنترول في، طبعا هو رح ينطبق بمكانه. هذا التكست اللي أخذناه برجع بحدد عليه مرة تانية، بتوجه إلى إدراج وبنختار إجراء ارتباط تشعبي إلى الشريحة رقم 1، وبقول له موافق ومن ثم موافق. ولحتى ما يصير نقر يعني انتقال عشوائي بالنقر بأي مكان، بتوجه إلى قائمة عرض الشرائح، ومن إعداد عرض الشرائح بنختار مستعرض دون مراقبة، حتما رح يكون الانتقالات من خلال النقر على مفاتيح معينة. الآن برجع بشغل العرض التقديمي من البداية بهذا الشكل الجميل. بدي أحول إلى الدارك، بنقر لمرة واحدة، رح يتم التحويل بطريقة جدا احترافية. لو بدي أرجع إلى المضاء فبيرجعني أيضا بطريقة جدا احترافية. ببساطة خلني أعمل سيف، وبرجع إلى قائمة الملف، بنرجع إلى خيارات ومن ثم اللغة، ومحدد اللغة الإنجليزية، وبنعطي تحريك للأعلى، بعطي أوكي، بيقول لي أعد تشغيل أوفيس، بنقول له حاضر، على عيننا ورأسنا، بنسكر
ورح نشغل الباور بوينت مرة تانية ونفتح العرض التقديمي اللي احنا كنا شغالين عليه بالضبط. الآن احنا كيف ممكن نشتغل نفس الأوامر لكن باللغة الإنجليزية. خلني أرجع أعمل ريموف أو إزالة لهذه الشريحة وبرجع إلى هذه الشريحة الرئيسية. مثل ما تكلمت أنت بعد ما تصمم بشكل كامل، وما بعتقد سواء كنا تشتغل عربي والإنجليزي، إدراج النصوص والأشكال البسيطة فيها أي شيء صعب. هذا عبارة عن مستطيل، مرة بلونه أسود وهون رح لونه أحمر، فما عندي أي شيء صعب إطلاقا ولا غريب نهائيا. لحتى نأخذ الأوامر مباشرة بالموضوع نفوت دغري. أول شيء الشريحة يلي نحن غيرنا خلفيتها للون غامق وغيرنا الألوان، بجي لهون وبعطي تشغيل ملء الشاشة وناخد برينت سكرين. نجي إلى الشريحة الأولى، خلني أحذف الشكل اللي كان موجود هون، تمام، وبعطي كنترول زائد V، تمام. طيب أعطينا كنترول زائد V. الآن بنفس الطريقة برجع بتوجه إلى قائمة الجروب وبختار نسبة 1:1 وبقول له أنا قص لي إياها على هيئة شكل دائري. هذا هو الشكل الدائري تماما. برجع بنكر اعتصاص مرة تانية ولاحظ بجي على الحافة اللي هون وبنكر مع التحريك للخارج، على التحريك للخارج خلي يكون معانا مثلا بهذا الشكل. كلام جميل للغاية لحد الآن. بجي بعمل دبليكيت مرة تانية وبجي برجع بدور على الشكل الموجود، ها هذا هو الشكل، وبرجع بنكر على مفتاح الاقتصاص مرة تانية. الآن ما بنكر على الحواف، بنكر على المقبض التكبير، بضغط على مفتاح الشيفت وبنكر مع السحب لحتى نحن نعمل إيش؟ التكبير بكل اختصار وبساطة. الشريحة الأولى مع الشريحة الثانية بحددهم، بتوجه إلى انتقالات ونختار تحويل مورف. كلام جميل جدا جدا. ونتوجه إلى سلايد شو، إلى سيت أب سلايد شو، وبنختار مستعرض دون مراقبة، تمام، طريقة العرض اللي هي بتكون حصرا بالأزرار، تمام. أما هذا المفتاح كيف أعمل له ارتباط؟ بكل بساطة بختار النص، أي بحدد الحواف مربع نص، بتوجه إلى Insert Action وبنختار Hyperlink to، أي ارتباط تشعبي، وبنختار الشريحة رقم 2، الشريحة رقم 2، وبقول له موافق ومن ثم موافق. الشريحة رقم 2 قلت أنا هذه عبارة عن صورة، فبدي أجيب الأصل اللي هو النص، بحدد وبختار Ctrl زائد C وبرجع لهون Ctrl زائد V، بجي بحدد الكلمة فقط لا غير، هذا هو مربع النص تماما. بتوجه إلى Insert Action وبرجع بعطي Hyperlink to إلى الشريحة رقم 1 وأعطي أوكي ومن ثم أوكي. الآن حين لو شغلنا بنفس الطريقة رح نحصل على نتيجة جدا جميلة واحترافية بكيفية تغيير طريقة العرض بين اللي شرحنا بالعموم بين المضاء وبين المظلم أو الغامق. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم شيء جميل ونافع ولائق فيكم كالمعتاد. فتكرما لا تنسوا من التفاعل والدعم، وألقاكم على خير. كان معكم أحمد صالح من قناة عالمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.